شكل نضالي من الأشكال. نحن نعرفوا باللي إضراب الجوع هو شكل نضالي من الأشكال اللي يتبعوها كثير من السياسيين. متى ديما بالحكاية دوما ما عندي ما نعلق، أنا شوفش نعلق. مرأة محتجزة، محتجزة مسجونة موقفة، كل واحد كيفاش باش يصرف. ماتر نافع البوكا يقول محتجزة، ماتر العريبي يتفاعل معانا، ونافع العريبي محامي عبير موسي، ويقول لك كنت عندها منذ قليل ورسميا أصبحت تتحرك بعكاز. عبير موسي معناتها بون حالة زادة صحية صعبة. بون انا يظهرلي شنو هي المانع انو يجي طبيب مختص في الروماتيزم، معناتها روماتولوج عنده معناتها كونفونسيون مع اداره السجون باش يعمل ليكزامان سوغ بلاس. معناتها من المفروض في سجن منوبه ثم راهو ثم اون انفيرموري، ثم معناتها بقعه، ثم مكان لي بور ليكزامان معناتها دي ديتنو. انا يظهرلي هذوما الكل مشاكل من المفروض ما كارهش تصير. نتبعوا ثم كثير من الإجراءات نتبعوها ونجنبوا البلاد، أن احنا نقعدوا نحكيوا في الحكايات هذوما ألوك من المفروض ثم حاجات هامة جدا قاعدة تصير في البلاد. دونك أنا معناتها ثم مشاكل اقتصادية، ثم صعوبات، ثم مشاريع، برشا حاجات أن نقعدوا احنا نحكيوا ألوك صوريتي تخي فاسيل باش إدارة السجون هذه سجينة في حاجة إلى طبيب مختص، طبيب اختصاصي، يجيها الطبيب الاختصاصي وتقف غادي الحكاية. أنيس بغطاس شوف.